لكن أشد أنواع البلاءات عندما يسيطر الناس على عقلك، أو عندما تحمل هم الرسالة والدين، فتجد أن هذا الدين الذي وصل إليك والذي ورثته أصبح دينا تافها، كما يقول ذلك المفكر الفرنسي، ما أدري شو اسمه، نسيت. بدل أن يكون الخطاب الدين مساجد والكنائس ودور العبادة يذكر فيها اسم الله، بدل أن تكون المنابر للتوجيه الصحيح، أصبحت المنابر للتفاهات. قلاعد مثلا، أعطيك نموذجين، واحد من إخواننا السنة واحد من إخواننا الشيعة. شيخ من إخواننا السنة يخطب فيقول: هتلر في مرة كان عايز يعبئ الشعب الألماني للحرب، فبدأ الخطبة بإيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، وبدأ بالخطبة. هتلر ولك هتلر. هتلر يعرف الإسلام، هتلر يعرف القرآن، هتلر أصلا يقيم وزن للمسلمين. قل لك استدل بانشق اقتربت الساعة. يجيك واحد من الشيعة وقال هتلر يوم حوصرت إحدى طوائف قلاعه وأرسلوا إلى هتلر في القيادة المركزية بأن الحصار قد وقع علينا فأمدنا بالمدد، قال: تأسوا بالحسين وأهل بيتي وأصحابه. وفعلا ثبتت ثكلة الألمان فانتصرت باسم الحسين بن علي. شو هذا؟ مو تفاهة؟ هذا هتلر مجرم؟ هذا يتأسى بالحسين عليه السلام؟ واحد آخر يطلع يقول لك: تدري ليش سموه سان هوزين؟ مدينة أمريكية. ليش؟ في كاليفورنيا أهم مدينة اسمها سان هوزين. سان يعني القديس، مثل سان فرانسيسكو، القديس فرانسيسكو. سان هوزين، هوزين يعني شنو؟ هوزين هو حسين. حسين باللغة اللاتينية، اللاتين سين ما عندهم، زي عندهم، يعني احنا نقول اسرائيل، هم يقولون ازرائيل، هم يقولون حسين، هم يقولون هوزي. سان يعني قديس، هوزن يعني حسين، سموها باسم الحسين. لك ما في قديس اسمه هوزن حتى يسموها باسم الحسين؟ خلي الناس تضحك علينا تفاهات. وشوف التعليقات، يخلوا كلام هذا الشيخ وذاك السيد، وشوف التعليقات، وشوف الضحك، وشوف المسخرات. حولوا الإسلام إلى تفاهات، بحيث إذا خرج من أفواههم الحكمة تركها الناس والتفتوا إلى التفاهات. هذا مو مسؤولين عنه يوم القيامة؟ مو مسؤولين؟ وقاعدين نشتغل ببعضنا. وما أكثر التفاهات في هذا. أنا تشوف مثلا تفاهة أخرى، واحد قاعد على المنبر يقول لك: أنت لك 100,000 حورية، هو اللي عم بيشجعوا على القتل والقتال، وكل حورية لها وصفات، ما بعرف قديش، كل حورية لها 70 وصفة، معها الحورية حلالك والوصفة حلالك. وبيقعد يتعب حاله على المنبر لحتى يعمل عملية حسابية كان بيطلع لك حرية انت مع وصفاتهن. فعندك واحدة زوجة، زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حورية معها حلالك، ثم مع كل حورية 70 وصفة، اصبح كم عندك من امرأة؟ وقديش بدك يا مسكين؟ وبقول معترين هرجال، قديش بدهم قوة لحتى يقدروا يلحقوا على كل هذولي؟ وبيطلع لك واحد شيعي: في رواية 80,000 حورية من حوريات الجنة، من الحور العين يركفن لك رقص، خلي رقاصات الدنيا كلهن اجمعهن من يسوين، عال وحدة من هاي الراقصات بالجنة. يجي ابن سين، هاي الأشجار والأغصان من الجنة تضارب، يطلع منها صوت موسيقى. خلك انت ما شاء الله لك من الحور العين، هذول الحور العين يرقصن ولك كل نساء الدنيا وراقصات الدنيا، هذول رقصهم غير شكل، واغصان الاشجار هي الحان موسيقى. لك انت كنت بالجنه وشفت هذا الشيء؟ او رب العالمين اخبر في كتابه؟ ليش هذا الحكي؟ حتى
أصبح الخطاب الديني فقط خطاب جنسي، تحول الخطاب الديني إلى خطاب جنسي قائم على الإجرام. اقتل حتى تفوت للجنة، اعبد حتى تروح للحور العين. هو هذا الهدف من الخلق؟ هذا هو الهدف من الخلق؟ هاي مو تفاهات. حور العين رب العالمين وعد في بها عباده المتقون الذين يمتنعون عن المعصية، لأن الله عارف خلقنا بشهوة، خصوصا الشباب الذين لا يجدون نكاحا. قال له صبرك هذا أعوذك عنه، بس مش الهدف الحور العين. حور العين نتيجة طبيعية للصابر. أما إذا تحول الدين إلى التفكير فقط في البنى التحتية وفي القضايا الجنسية، أي دين هذا؟ هذا مش تفاهات. هذا الدين الذي نريد أن ندين به الله سبحانه وتعالى. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أحمدك وأشكرك لأنك أنت المنعم ونعمك لا تحصى. أهكذا يشكر الله؟ أهكذا يتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الحسين يحتاج إلى واحد مثل هتلر حتى يرفع من مكانته؟ هتلر القرآن يحتاج إلى هتلر حتى يثبت صحته؟ هاي سخافة. أثبت القرآن بقوة القرآن، بقوة القرآن العلمية والغيبية وأخباره عن الغيب. أثبت القرآن ببلاغته وفصاحته. أثبت القرآن، دافع عن القرآن بما حوى وبما جمع من أخبار الماضين والحاضر والمستقبل. أثبت القرآن بجزالته وفصاحته وحسن بيانه وابتعاده عن الركاكة وجميل التشبيه فيه. أثبت القرآن بالقرينة والمجاز والحقيقة. أثبت القرآن، تثبت القرآن بهتلر؟ هاي أي 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 تسخيف للفكر الديني. اثبت الحسين عليه السلام بدينه، بعقله، بقوته، بصبره، بتفانيه، بوقوفه بوجه الباطل. تثبت الحسين بهتلر؟ هي متفاهات.